يو واتساب العشرة، جيسبيغ كلكم تكونوا على خير وبخير. جيسبيغ كل واحد كيتفرج في هذا الفيديو يكون ناشط، يكون هو هذاك ويكون موتيفي. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش دير ابوني لاخي، ما تنساش دير لايك للفيديو. باي باي، نشوفكم على فيديو ثاني. شوف حاجه وحده غديري غتعاوني بها بزاف وغتخليني نكمل سوغ يوتيوب ونزيد نقلب ونبلع باش نعطيكم شي حاجه اللي غتستافدوا منها. شنو هي؟ يعني كتهبط لتحت وغتلقى واحد البلاصه نتاع سبسكرايب، غتبرك عليها وغتشترك انت في القناه وغيطلع لك حدا واحد الزر ديال الجرس، حتى هو خاصك تبرك عليه باش يبقى يوصلوك الاشعارات نتاع اي فيديو كنلوحو في الوقت ديالو. سير داكشي، سير دير داكشي وانا باقي نساعدك. ندخل دابا في الموضوع بلا طول الفيديو. داكشي صوب كيما شفتوا داك واحد ترانسفورماسيون اللي هي زوينه، واحد التغيير نتاع اللي في الجسم اللي هو ملحوظ بزاف اللي كنت في هذا النيفو هذا وليش في هذا النيفو هذا. هادشي كامل بالنسبه لهاد التصاور، هادشي كامل في ظرف عام ونص بالنسبه لهاد التصاور. اما دابا عندي في الاثر عامين، شهر ربعه غادي ندير عامين، يعني هاد التصاور ما بين هادي وهادي كاين عام ونص. كيفاش درت لها؟ نعطيكم اهم النصائح اللي غتقدر تتبعهم وغادي تلقى كيف غتلقى راسك فيهم. ما نكذبكم بالله في الفيديو التالي وبرك على شي لايك ويلا نبداو الفيديو. نبداو بالتمرين، التمارين كيفاش يكونوا؟ اول حاجه خاصك تخلص الغدريني، ما جاش قاش التليفون ديالك وجالس كدوي مع الساطا هي صيفطات لي ميساج ولا غنخلص غادي نبقى نلعب حيت كما كنشوف في ستوريات نتاع الدراري بزاف كتخلص كيبقى غير يلعب هنا وهنا وهنا وهنا. خاصك تخلص تسرق الميوسك، الميوسك خاصو يتفرقع وما تفوتش ساعه د لونطريمون، حيت الا فتي ساعه د لونطريمون غادي تطيح في مرحله نتاع الكاتابوليزم او ما يسمى باللغه العربيه اللي هو الهدم العضلي اللي كيولي الجسم ديالك كيقلب على الار تي بي. الار تي بي هي الطاقه بلو الامور، حنا انا قريتها ار تي بي، الار تي بي هي الطاقه ولا الانرجي. ما كيلقى من يجيبها كيمشي للميوسك كيهدم الميوسك كيجبد داك الار تي بي. داك المرحله ما خاصكش توصل ليها اللي هو كيتسمى الهدم العضلي، كتولي كتاكل من بداتك، يعني ما خاصكش تفوت ساعة باش ما توصلش لهاد المرحلة. دوك جوج حوايج أساسيين لي في لونطريمون خاصك ديرهم. وبالنسبة للأكل، الأكل ديالك خاصو يكون أكل متوازن وخاصك تحسب الماكلة ديالك، ماشي غير غاتجي وغتبقى تاكل، ماشي إلا كلتي بزاف غتصحى ولا كلتي شوية غتصحى. شوف خاصك تحسب الماكلة ديالك. كيفاش دير تحسبها؟ أنت سيدي كتوزن 60 كيلو، كتوزن 60 كيلو في الوزن ديالك، شنو غادي دير؟ 60 كيلو غتضربها في جوج غادي تجيك 120. يعني أنت إلا بغيتي دير واحد تزيد في الوزن ديالك خاصك تدخل 120 كيلو 120 غرام نتاع البروتين و 120 غرام ديال الكربوهيدرات في النهار ديالك، ماشي في كل وجبه، في النهار ديالك كامل قسمهم نتاع على شحال ما بغيت، قسمهم على 3 على وجبات على 4 على 5 على 6 على 7. دبر راسك في النهار ديالك من تفيق حتى تنعس خاصك تدخل 120 كيلو 120 غرام نتاع البروتين و 120 غرام ديال الكارب. او تهلاو ليا الدراري في الفطور، الفطور من بين اهم الواجبات نتاع الجسم، حيت الجسم كيفيق العيان خاصو الماكله كدا. تهلاو في الفطور مزيان، الفطور راه من بين الحوايج المهمين بزاف. النعاس يا صديقي، النعاس خاصك تنعس 8 ساعات متتاليه، وركزوا لي عندك متتاليه. نعاس هو من بين الحوايج اللي الا ما شديتيش العبار ديالهم نيشان راه ما غادي دير حتى شي حاجه. الجسم ديالك انت ولا انت اللي كتفرج في هذا الفيديو كيكبر وانت ناعس، ما كيكبرش وانت فايق ولا كهز التليفون ولا جالس كتلعب ولا في لاصال، لا كيكبر وانت ناعس. يعني خاصك تنعس وتحترم النعاس ديالك ويكون المده ديالو نتاع 8 ديال الساعات، يعني خاصك تنعس 8 ديال الساعات، ماشي مشكل انك تنعسهم بالليل ولا بالنهار، المهم 8 ديال الساعات يكونوا مطلقين كاملين، ماشي 3 وتفيق. خاصك تنعس 8 ساعات وحده مورا وحده، يعني قبل ما تمشي تنعس خاصك تمشي تدخل الطواليت تخبر ريزيرف تمشي تنعس بحالاتك. ورابع حاجه اللي هي الماء، خاصك تشرب الماء بزاف. الجسم ديالك سواء تبع السبور ولا ما تبعش السبور خاصك تشرب الماء بزاف. او البروتينات دابا انت تريناتي مزيان ياك وكلشي مزيان وكليتي مزيان ودخلتي البروتينات مزيان، الجسم ديالك باش يهضم داك البروتينات خاصو الماء. يعني كاين واحد العلاقه كتسمى العلاقه البيبتيديه كتكون ا تي بي زائد او، المهم داكشي معقد انا عطيتكم الخلاصه ديالو. يعني خاصك تشرب الماء باش داك البروتينات يقدروا يتهضموا مزيان ويدوزوا كامل الميسك كل الميسك الميسك ديالك ياكل مزيان ويجلع مزيان ويتكدر يا داك الميسك راه صافي. كيما قلت لكم كاين لونطريمون كيفاش خاصك تريني ما تفوتش ساعة وتريني مزيان تسرق الميسك ماشي تدخل تقتلها مع صحابك. و الماكلة ديالك تعبر الماكلة ديالك داكشي تاكلو بانتظام ياك. و النعاس و الماء. كاينه خامس حاجه اللي هي شفت نظر عليها في هذا الفيديو، غادي يجي فيديو طويل بزاف وانا باغي دابا نبقى ندير فيديو قصير اللي غتستافدوا منه الغذائيه، اللي هو الانسولين. كيفاش تقدر انت ولا تتحكم بواحد الهرمون، هرمون
طبيعي في الجسم اللي ما غتقول في شوكولا والو هرمون طبيعي غير الجسم اللي خذا كيفاش غيدير تستعمل هذا الهرمون ديال الانسولين ودير فيه واحد ترانسفورماسيون اللي هربانه بزاف راه شي حاجه هربت هي يعني هو اللي غادي يكون في الفيديو الجاي ان شاء الله صافي خليكم ديروا داك العيبان تاع الجرس باش يوصل لكم الفيديو الجاي حتى هو واللي غتستافدوا حتى هو منه بزاف سو خلي لكم راحه الله ونتلاقاو في شي فيديو واحد اخر بيس اي اي اي